السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا في حضراتكم في الخاطرة رقم 28 من خواطر حظر التجول، المعروفة أيضا بماذا لو كان معنا نبي الله يونس. والنهاردة آخر خاطرة في تدبر سورة يونس إن شاء الله، من بكرة ماذا لو كان معنا نبي الله هود بإذن الله، لكن هنستمر في اسم حظر التجول ده. يبقى جميل، حتى لو إن شاء الله احنا قررنا إن احنا نستمر في تدبر القرآن كله بإذن الله لو ربنا ادانا العمر، بحيث إن احنا نخلص تقريبا في حوالي 12 سنة ونص، وهنسميها برضو مقاطع حظر التجول عشان تفضل دايما تفكرنا، ده لو خلص يعني حظر التجول، إن احنا بدأنا في حظر التجول. بفكر حضراتكم إن كل واحد يجيب مصحف، عشان احنا بنحب ان واحنا بنتكلم اننا يكون عينينا في المصحف في الآية اللي احنا بنتدبرها النهاردة بإذن الله. نبدأ من الآية 105 إلى نهاية سورة يونس، ولكن في الآية 104 اللي تدبرناها امبارح أنا نسيت أعلق على كلمة وقفتني، عشان كده كان خاطرة امبارح قصيرة، والناس كلها هي قصيرة ليه قصيرة ليه، عشان أنا نسيت أكمل تدبر آخر آية. التعود على كده، على فكره انا مش بنسى، انا بفقد الذاكره، فاحيانا الدنيا بتروح خالص مني يعني. خلينا نرجع كده للايه 104، مش هنتدبرها كلها لكن هقول لكم اللي استوقفني فيها. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ركز معايا بقى في ذيل الآية، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ركز في كلمة وأمرت. أنا كنت أتوقع، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا إعلان إيمان خلاص. ممكن بقى إذا أراد التأكيد أنه يقول وأنا من المؤمنين ولكن وأمرت أن أكون من المؤمنين. هو أنت آمنت لأنك أمرت أم لأنك اقتنعت بأن الله هو الإله الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحنث في الغار وجلس يبحث عن الاعتقاد الصحيح، وكذلك فعل إبراهيم وغيرهما من الأنبياء كلهم إلى أن جاءهم الوحي فآمنوا اختيارا. كان باستطاعة أي واحد منهم أن يرفض الإيمان، لكن إيمانهم كان اختياريا، وفي الإسلام الإيمان اختياري، لا يوجد إجبار، لا إكراه في الدين. الإيمان الأصل فيه يكون اختياري بناء على بحث ونظر، ونظر في الكون واستقراء الكون ورفض لعقيدة الشرك. فلماذا يقول وأمرت أن أكون من المؤمنين؟ وعلى فكرة ارجع في السورة، سورة يونس، للآية 74. يلا قلب كده وارجع للآية 74. نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، برضو مش وأنا من المسلمين. مين قال وأنا من المسلمين؟ في حد قال وأنا من المسلمين في السورة؟ مين؟ سورة يونس. افتكروا معايا الآية 90، هات الآية 90. فرعون وهو بيغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مش وأمرت أن أكون من المسلمين. إيه الفرق؟ أنا بكلمكم كلام التفاسير لم تذكره، لأنه لا يعني التفاسير في شيء هذا الكلام، لأنه لا ينبني عليه عمل ولا حلال ولا حرام. هذه المعاني الباطنة هي أساس التدبر يا جماعة. لماذا استخدم؟ عشان كده الناس اللي اتفرجت على مفاتح التدبر هتفهمني أحسن من الناس اللي مصرة ما تتفرجش على مفاتح التدبر. انتوا أحرار. لماذا استخدم هذا التعبير هنا ولم يستخدم هذا التعبير هناك؟ أساس الإسلام إيه؟ هو الاستسلام والانصياع. فحتى لو كان الأمر في يدك
وتود أن تعلن عن حبك واستسلامك لأحد يطلب منك شيئا، تقول له أمرك، تؤمرني. واحد طلب منك طلب باستطاعتك قبوله أو رفضه، بغض النظر في عقوبة بقى بعد كده بعد الرفض ولا لأ في الآخرة، دي قصة تانية، لكن لا يوجد إجبار ولا إكراه عليك في قبول الطلب، فلو نفذت طلبه ماشي، لكن إذا أردت التودد أكثر له فتقول له تؤمرني وأمرت أن أكون من المؤمنين، فيها تودد وفيها إعلان للخضوع الكامل والعبودية التامة والاستسلام إلى أقصى حد. وأن وعلى فكرة لو تبص على فرعون بقى، هو أعلن إسلام وقال وأنا من المسلمين، ما قالش وأمرت أن أكون من المسلمين، هو أمر أن يبقى من المسلمين، لكن حتى هو بيموت عنده شيء من التكبر. يلا هات الآية 105 بقى اللي احنا هنبدأ النهارده بقى، آية أول آية بقى هنبدأ بيها دلوقتي. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم، هنا في عطف، عطف على في 104 وأمرت أن أكون من المؤمنين، يعني أمر بإيه كمان؟ وأن أقم وجهك، يبقى وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك، ده أمر آخر، وأمرت أيضا أن أقم وجهي، يبقى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الأمر بالاستقامة ورد في نفس السورة في الآية 89 مع موسى وهارون، فهنا ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقم وجهه يستقيم. قال في آية 89، هات الآية 89، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خليك على الإيه؟ على الصراط المستقيم، خليك مستقيم، أقم وجهك، خليك كده، خليك دغري. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين في الآية 105. الأمر بالاستقامة على الدين وعلى الصراط المستقيم، بس العجيب بقى أن كلمة حنيفا مش معناها استقامة. حنيفا اللي وصف بيها الأنبياء زي سيدنا إبراهيم في الأنعام، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. دايما اسم إبراهيم يجي مرتبط إبراهيم حنيفة. يعني إيه حنيفة؟ عارفين يعني إيه؟ عكس مستقيم. حنيفا يعني مايل. المسلم المؤمن لازم يكفر بالشرك ويكفر بكل دين يخالف دين الإسلام، والإنسان المستقيم لازم ينحرف ويميل عن أي دين آخر وأي خط يخالف خط الإسلام. لذلك إحنا في الترجمة بتاعتنا، ترجمة جسور، ترجمنا حنيفا إزاي؟ turning away from falsehood. حنيفا يعني turning away، يعني بينحرف عن الانحراف، بينحرف عن الفساد. الآية 106، يلا هات الآية 106. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من أساسيات الإيمان، خلي بالك ده برضو معطوف، وربنا أمره بأنه يدع من دون الله، أنه لا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. فمن أساسيات الإيمان هو الإيمان بأن الله وحده هو الذي يستطيع أن يغير الأحوال، فالدعاء والطلب بتذلل ممن هو من غير الله، ممن لا ينفع ولا يضر، نوع من أنواع الكفر. ولكن هناك طلب، وممكن أدعو إنسان أو أن أطلب منه شيء، لأن هذا أخذ بالأسباب. فأنا لما أذهب للطبيب وأطلب من الطبيب يكشف علي، هذا أخذ بالأسباب. لما أروح للمدرس وأطلب منه يعلمني، هذا أخذ بالأسباب. لكن التعلق بالأسباب والإيمان بأن الأسباب هي التي تضر أو تنفع، هذه هي المشكلة. هنا ده يخش فيه نوع من أنواع الكفر والشرك، مش كفر، الشرك.
فإذا عمل كده فإنك إذا من الظالمين، يعني من الكافرين. الظالمين تأتي كثيرا بمعنى الكافرين، لأن هذا الكفر يعني ظلم للنفس، الإنسان يورد نفسه الهلاك والنار. الآية 107 فيها تأكيد على هذا المعنى. آية 107 بتقول إيه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الذي أخرج يونس من داخل الحوت ومن أعماق البحر العاصف بسلام هو الله. والذي أخرج العجوز اللي عندها 103 سنة في الصين من العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا القاتل هو الله. والذي أخرج العجوز اللي عندها 100 سنة في إيران من العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا هو الله. بعد ما شباب ماتوا، في شباب بيموتوا، عشرات الآلاف من الأطباء حائرون في هذا الفيروس، عشرات الآلاف من علماء الفيروسات حائرون في هذا الفيروس، والعالم كله دخل في دوامة فجأة. من الذي يستطيع إيقاف كل هذا؟ من الذي إذا مس الناس بضر فلا كاشف له إلا هو؟ ومن الذي إذا مس الناس بخير فلا راد لفضله؟ مين؟ الآية بتقول لك مين؟ ركز كده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء ومن يشاء من عباده، وهو مين اللي عمل كده؟ الغفور الرحيم. سبحان الله. ليه الاسمين دول في آخر الآية؟ أنا كنت أتوقع بعد الكلام عن قوة الله وعزة الله وجبروت الله وقدرة الله على أنه ينفع وأنه يضر دون أن أحد يستطيع أنه يوقف هذا أو يوقف هذا، أن تذيل الآية باسم مثلا العزيز الجبار القوي، لكن الغفور الرحيم ليه؟ فكروا معايا وأنا أفكر لوحدي، يلا نقعد مع بعض نفكر كده. ليه الغفور الرحيم في آخر آية؟ ما كنتش أتوقع أبدا أنها تذيل بالغفور الرحيم. نقرأ 107 بالراحة تاني عشان نركز، نقرأها بالراحة برنشحك بتركيز كده عشان نحاول نعرف ليه ربنا اختار الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده اللي ما يستاهلوش بسبب معاصيهم وتمردهم، ولكن الله هو الغفور الرحيم. عشان كده بينعم علينا. إذن النعم التي ننالها وفضل الله علينا لا نستحقه، نحن ننالها لأن الله غفور رحيم. فهمتم بقى الفرق بين التفسير والتدبر؟ كتب التفسير لا تدخل في هذه الأمور أبدا ولا تعنيها، ونحن مأمورون بالتدبر ولا يجوز لنا التفسير. التفسير لا يجوز إلا لمن يملك أدوات التفسير، العالم بأصول التفسير، المتبحر في علوم اللغة العربية، المتبحر واللي عنده علم بالشعر العربي الجاهلي القديم، اللي عنده علم بعلوم القرآن والناسخ والمنسوخ والقراءات العشر، هذا هو اللي يستطيع أن يفسر، هذا الذي يملك التفسير. طيب، عشان كده إيه الله اللي مش عايز يتفرج على مفاتيح التدبر؟ أنت حرام، ما تفرجوش، هيفضل مش فاهم احنا بنقول ايه. الناس اللي متفرج على فاتح تدبر معايا وبيلغوني وفاهمين انا بقول ايه، اللي ما اتفرجش ومش عايز يتفرج هو حر. 109 و110 يلا قل يا اسف 108 و109 قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتعلمنا ايه في مفاتيح التدبر؟ فاكرين
اتعلمنا اننا نربط اواخر الصور باوائل الصور، نشوف اواخر الصوره دي ايه علاقتها باوائل الصوره. قد نلاقي علاقه في كثير من الصور، بيبقى في علاقه بين اول الصوره واخر الصوره نفسها، او اول الصوره واخر الصوره اللي قبلها، او اخر الصوره دي واول الصوره اللي قبلها. خلينا نشوف هنا، هو اول صوره يونس ايه؟ افتح اول صوره يونس، قلب بسرعه 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 يلا، وهات اول صوره يونس. الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم، اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا. وتنتهي بإيه؟ بالرد على هؤلاء الناس اللي مستغربين من إن الله يوحي إلى رجل منهم علشان ينذرهم وعشان يبشر المؤمنين. فينتهي بقول يا أيها الناس، نفس الناس اللي كانت مستغربة، قد جاءكم الحق من ربكم، بيرد عليهم. أكان للناس عجبا، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. حد ضربكم على إيدكم؟ اللي عاوز يهتدي اهلا وسهلا، اللي هيضل بيضر نفسه، انما يضل عليها، وما انا عليكم بوكيل. كل واحد مسؤول عن نفسه، محدش بيجبر حد على حاجه. 109 معطوفه برضو على الامر بتاع 104، الامر في 104 وامرت ان اكون من المؤمنين، هنا وامرت برضو واتبع ما يوحى اليك، امرت ان انا اتبع ما يوحى الي، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع ما يوحى إليك، ما تعملش زي يونس اللي تصرف قبل نزول الأوامر، واصبر حتى يحكم الله، وما تعملش زي يونس اللي صبر ونفذ. يعني قومك هيوروك كفر وتكذيب وعناد مش أقل من قوم يونس، انت بقى اصبر. بعض الناس هتعترض على كلمة يونس، أيضا تقال يونس أو يونس، ويوسف أو يوسف في اللغة العربية وارد، لكن مش في القرآن يعني. المهم، فاصبر بقى، الصورة فرجتك عدة أمثلة مختلفة، فرجتك قصة يونس اللي صبر ونفد ولم ينتظر الأمر وذهب مغاضبا، فألقي به في ظلمات الليل في ظلمات البحر العاصف ليحبس في أغرب مكان ممكن يتصوره عقل، في ظلمات حوت، داخل حوت جوه سمكة. وبعدها ربنا فرج عنه بالتسبيح وبالتضرع وباللجوء إليه. وفي أمثلة أخرى جات لك في نفس الصورة، موسى اللي صبر وربى في البيوت، واجعلوا بيوتكم قبلة، هتعمل زيه يا محمد. شوف التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف بصلابة أمام أعتى الدكتاتوريات ولم يخف ولم تهتز له شعرة، ووضع كل ثقته في الله وكل توكله على الله، أنت مش أقل منه. وكذلك نوح اللي صبر على قومه وربنا نجاهم، هم الذين نجى نوح ونجى موسى ونجى قومهما. فيلم تسجيلي بيتعرض قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في مكة عند اشتداد عناد قريش، وبعد فقدانه لعمه أبو طالب اللي كان بيمنع عنه إيذاء قريش. احنا قلنا يونس نزل بعد الإسراء، والإسراء جد في عام الحزن بعد فقدان عمه أبو طالب اللي كان بيحميه ومديله الحماية، وفقدان زوجته الحنون المؤيدة المخلصة التي صدقته من أول لحظة، السيدة خديجة. وبذلك نكون بفضل الله تعالى قد أتممنا تدبر سورة يونس في 28 يوم. إحنا بقى إن شاء الله من بكرة هنبدأ سورة هود، وبعدها هناخد بقى السور، يعني إحنا هتبقى تاني سورة في السور اللي بتذكر قصة سيدنا موسى، وإن شاء الله زي ما اتفقنا إن إحنا هنخلص القرآن كله. لكن في رمضان هذا الوقت اللي أنا بتكلم فيه هو فورا بعد المغرب، أنا بصلي المغرب وببدأ، فممكن نأخر بعد هذا الوقت بنصف ساعة تقريبا، على بس مديني فرصة أفطر عشان ما ما أكلمكوش وأنا هفتان. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها
وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. من بكرة حاولوا يا جماعة كل واحد يجيب واحد تاني معاه، يقنع واحد إنه يجي وينضم إلينا عشان في يوم من الأيام نبقى مليون واحد بيعملوا تدبر للقرآن كل يوم كل يوم مع بعض. يلا السلام عليكم وأراكم غدا بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا.